محلك سرك يا ابو الشيف. النهارده بجد في شغل كتير، ولكن معايا مساعدين شطار مجهزين لي الفلفله، مقورين لي البتنجان، هنعمل مع بعض الطماطم، لان احنا ممكن نعمل الطماطم دي محشيه بكذا طريقه، نحشيها لحمه مفرومه، نحشيها فراخ مفرومه زي ما احنا عايزين مع جبنه موزاريلا، وهنتكلم عن اصول عمل المحشي بطرق مختلفه. مقادير محاشي المشكله على الشاشه: بتنجان ابيض واسود عشان ما حدش يزعل لا الابيض ولا الاسود، فلفل رومي بلدي، طماطم، والطماطم تختارها قد بعضيها، والبتنجان قد بعضه، والفلفل الرومي قد بعضه، عشان يبقى المقادير كلها زي الفل. ومعانا البهارات بتاعتنا اللطيفه الجامله، والثوم والسمنه والملح والفلفل. دي المقادير معانا على الشاشه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. ولكن نحط في الاعتبار لازم يكون عندنا شويه شوربه حلوين، ميه بتغلى على النار، بنحط بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والورق اللورو بالشكل ده كده اهو. دولت الشوط الشوربه دولت هو مستقبلي فيهم. بصلايه ناعمه عشان يبقى عندي طعم حلو، ما انا مش سالق لحمه على النار، مش لازم يكون عندي فخده ضاني وسالقها واخد الشوربه بتاعتها عشان اعمل محشي. ليه اكلف نفسي؟ اه، حله على النار فيها ميه مغليه، حطيت فيها بصل، حطيت فيها ثوم وكرفس وجزر، عود كرات حلو بالشكل ده كده. هسيبها تغلى على النار على ما اجهز المحشي بتاعي. طبعا احنا مقورين الكوسه، مقورين البتنجان مع بعض، نشوف الفلفل اخباره ايه هنا، اهوت زي الفل. لازم طبعا نشيل الزهره اللي تبقى موجوده هنا، ونشيل البذر من جوه ويتغسل. انا مش مع ان البذر يكون جوه الفلفل وانا بحشيه. ده فلفل رومي، وخلينا مع الفلفل الرومي بتاعنا، طعمه حلو على فكره وبيستوي بسرعه. اما الفلفل الكبير ده كده انا مش بحبه في المحشي قوي، اخواننا في المكسيك بيستخدموه كتير، فلفل الرومي الاحمر والاصفر والاخضر، ده بيبقى الجلده بتاعته قاسيه شويه. ولكن عايزه تعمليه مفيش اي مشكله، بس خليكي مع الرومي البلدي. ومعانا البتنجان مقورينه زي الفل، والبتنجان عشان ما يسودش بنحطه في محلول ملحي حامض مع شويه ملح، يوم البتنجان تطرى معاكي وتبقى باللطافه دي كده اهو. شايفه البتنجانيه زي الفل، عامله زي الايه؟ البالونه. تعالوا نعمل الحشوه بتاعت المحاشي. رز مصري مغسول مره واثنين وثلاثه، وسايبينهم طبعا منقوعين وزي الفل عشان ما ياخدوش وقت كتير في السوى. وانا مش عايز الرز كتير في المحشي على فكره، خليه هنا مع حضراتكم عشان نشوفه. بنحط على الرز ده يا عم الشيف شويه ثوم مفروم، بصله مفرومه ناعمه بالشكل ده كده، حلو قوي. هياخد خضره محشي يا شيف؟ هياخد كزبره وبقدونس وشبت زيه زي الكرنب. انا حابب المحشي يبقى فيه الثلاث حاجات دول، لان كده بيتكلم مصري. المحشي بتاعنا المصري على الطريقه المصريه لازم ياخد الثلاثي المرح. الثلاثي المرح بتاع المغازي ايه هو؟ المسمى بتاعه كزبره وبقدونس وشبت بالشكل ده كده، حلو قوي. معانا دبس الرمان ده اضافي بالشكل ده كده على الرز، حلو قوي. هناخد شويه ونخلي شويه للصلصه اللي هنسوي فيها المحشي. لحمه مفرومه ضاني، عايزه تعمليها بكندوز مفيش مشكله بالشكل ده كده، بتجيبي حته لحمه مفرومه ناعمه ما تبقاش خشنه عشان تعرفي تاكلي المحشي. توابلنا يا عم الشيف ملح وفلفل وشويه كزبره ناشفين وكمون بالشكل ده كده. لا مش هحط كركم النهارده، المخرج دايما متعود مني ادخل الكركم في بعض الاكلات. على فكره انا مش بجامل الكركم، الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصه الكبد، فانا بستغل استخدامه في اي فرصه تجيني، مع جمبري، مع فراخ، مع مشويات، مع طواجن، انما المحشي الكركم مش مرغوب فيه. حلو قوي. حطينا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره بابريكا ودبس الرمان هو سيد الموقف هنا. باخد الخلطه دي كلها مع بعضها كده اهو. دي خلطه المحاشي المشكله اللي بتسال على السوشيال ميديا من المتابعين بتوعنا على شاشه القناه الاولى وصفحه اكله امي، كل المتابعين من كل انحاء العالم. محاشي مشكله المصريين اشطر حد يعملوها. ودي اكله مصريه من الجذور المصريه، من الريف المصري، من الصعيد المصري، بيسموها الدولمه في الدول العربيه. شفت الحشوه دي؟ لحمه مفرومه ضاني او كندوز تتفرم ناعم، تاخد الرز، تاخد البصله، تاخد التومه، تاخد التوابل البهارات الحلوه، ما تنسيش دبس الرمان.
واتاكد ان كله داب مع بعض. وامسك بقى الايه، طماطم احشيها. رز هنا قليل على فكره، والرز انا نعه كتير، يعني الرز مش هياخد وقت كتير في السوى. وحش الفلفل، وحش البتنجان، عندي كوسه عايز احشيها ماشي، عندي كرنب عايز احشيه ماشي، عندي ورق عنب عايز احشيه ماشي، مفيش اي مشكله. عايزه تكملوا كل انواع المحاشي، حتى الجزر حتى البصل، مفيش مشكله. ولكن هنعمل مع بعض الحاجه اللي ما تاخدش وقت كبير مننا. مطبخنا بساطه، سهوله، مرونه. تعالوا نحشي مع بعض بقى. يعني خلي يوم محشي في الاسبوع، تخسري حاجه؟ بالعكس، جوزك هيتبسط قوي. عندي كسرولة كبيرة زي دي كده، شيل الملوخية من هنا اللي عاملة زحمة دي، الشلولو، واخد الطماطم دي كده. خلي بالك هنا شغلنا مع الطماطم بقى حساس شوية، عشان نبقوا ايه مع بعض كده عارفين الموضوع مختلف. وقلب الطماطمية ده اشيله كده بالسكينة. حلو، واخد الحشوه دي احطها كده هنا، تعملي التركيه اللي اعملها دي كده ونثبتها كده. يلا مع بعض، يلا واحده واحده كده اهو، واحنا شغالين مع بعض. شيل ده من هنا واشتغل كده عشان عندي شويه شغل حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. سكينه بقطع الوش ده كده واخليه على جنب، واخد قلب الطماطميه كده ارفعه بالسكينه صغيره او بمعلقه شاي او بمعلقه اكل، واخد الحشوه احطها كده، واجي وانا بقطع الطماطميه اقطع حته صغيره كده. ليه يا شيف؟ عشان تثبت كده. شفت الطماطميه ازاي؟ حاضر، عينيا. طيب حاضر حاضر. واحط دي كده هنا، واحط دي هنا كده. تاني الطماطم معايا، ده اللي يهمني في موضوع الطماطم، له لان يعني القوطه بتاعتنا اخواننا في اسكندريه حبايبنا، خلوا بالكم ممكن نحشيها فراخ، نحشيها رز، نحشيها لحمه، زي ما انت عايز. بسكينه مشرشره كده، عينيا. حاضر، بسكينه مشرشره بقطع كده الطماطم. حلو، واجي هنا كده شلت قلب الطماطميه بالشكل ده كده بسكينه صغيره. خلي بالك الاكسسوارات ديت والله العظيم بتفتح لك نفسك في المطبخ انك تقف وتعملي حاجات حلوه. سكينه صغيره حلوه، معلقه صغيره حلوه سكينه مشرشره زي اللي في دي كده بتساعدني واحط عليها الوش بتاعها. طب عايزه تشيلي قلب الطماطميه بمعلقه، ممكن تعوري ايدك معانا المعلقه برضه. المخرج بيقول لي مش ممكن ارفع قلب الطماطميه بمعلقه، دي الادوات بتاعتي. تاني كده، وادخل المعلقه هنا، اشيل القلب ده كده بس المعلقه ممكن تعور لك الطماطمايه، الغلاف الخارجي بتاعها واخد كده حلو قوي. واجي بسكينه صغيره كده اخد الحته دي كده تاني. احشي بقى 20 حبايه 30 حبايه، ونوع محشي سهل. وانت لازم يعني عشان تعملي محشي تقعدي ساعتين تلفي حله كرنب، بياخد وقت الكرنب انا عارف، واحنا المصريين شطار في عمايله قوي. المحشي الكرنب بتاعنا بيتكلم مصر في اي مكان. وناخد اللحمه المفرومه مع خلطه بقليل من الرز. انا ما بحبش الرز الكتير في المحشي، ليه؟ لان المحشي ده انواع من الخضار عايز اكل منه، فعشان اكل كميه حلوه محترمه اقلل الرز. تاني مع بعض. والله انا حابب احشي الطماطم معاكم بصراحه، بس انما بقيه الحاجات محشيه وجاهزه عشان برضو نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. لان الطماطم دي ممكن احشيها لحمه مفرومه، ممكن احشيها فراخ مع رز برضو، ممكن احشيها جمبري، ممكن احشيها لحمه مفرومه مستويه مع جبنه موزاريلا. لا طبيعي، والله انت ابن حلال. انا سايب كل حاجه، هنشوف مع بعض دلوقتي. قلب الطماطم ده على فكره ممكن يتعمل شوربه تبقى لطيفه وجميله، ممكن يتعمل صلصه البيتزا تحلها في الثلاجه، مش عايز اعمل شوربه. ممكن تضربها في الخلاط وتشيلها في الثلاجه لوقت استخدامها مع صينيه بطاطس بالفراخ، مفيش حاجه تترمي. ممكن تتعمل صلصه. حلو، ايه ده ايه ده، تعال اشتغل مكاني بقى يا شفيق. ممكن نستخدمها في خلطه المحشي، يعني اضربها في الخلاط. حلو قوي، شايفين الطماطم في قلب الطبق ازاي القوطه؟
هناخد الطماطم دي عشان مخرجنا ما يزعلش، ممكن نستخدمها استخدامات اخرى، ولكن الكلام ده بعدين. نشيل الادوات اللي احنا شغالين بها دي كده ونكمل الحشو. معايا الفلفل الرومي باخده كده اهو بالشكل ده كده، واحشي حبايه الفلفل دي كده وارصها جنب القوطه، وهعلمك ازاي برضو حبايه الفلفل تقعد في قلب الطبق كده اهو. بتصادف ان حبايه الفلفل ما بيبقاش نهايتها تبقى لها قاعده، دي اللي انا معايا ده له قاعده اهو. على فكره بيحب الفول بزيت الزيتون، المعلومه دي انا عارفها كويس قوي ونفسي اكله من ايدي، ليا الشرف يعني. احنا حطينا كل ده مع بعضه، بتنجان مع فلفل مع قوطه، هنحشيه مع بعضه كده واكمل الحشو في الصينيه الكبيره بتاعتي حسب عدد افراد الاسره بالشكل ده كده اهو. واخد دول كده مع بعض يترصوا جنب بعض كده، ولازم رصة المحشي دي علشان في الاخر نغرفه بطريقه كويسه، او ممكن نقدمه في نفس الكاسرولة اهو بالشكل ده كده، بتنجان فوق بعضه التشكيله الحلوه دي كده. انا عملت كاسرولة محشي في التركيه بتاعت المغازي بقى المعتاد عليها. الصينيه دي تستوي ازاي؟ هشيل كل حاجه من هنا وتعالوا مع بعض نشوف ازاي المحاشي هتخش جوه الفرن. بجيب طاسه بحطها على النار، عينيا حاضر، هناخد الكاسرولة كده زي الفل، بحط شويه زيت زيتون حلو، ده زيت زيتون، مع زيت الزيتون ده ممكن احط معلقه سمنه، مكعب زبده، مفيش اي مشكله، احنا عاملينه باللحمه، هنحط معلقه سمنه كده صغيره زي الفل تمام. واعمل خلطه حلوه دلوقتي اشرب بيها المحشي، ولكن ده ما يمنعش ان انا اروق مطبخي وانا شغال اول باول. النظافه يا اختي يا بنت عمي يا خالتي، ايدك في مطبخك انت بتقفي رايقه وفايقه اه، زي ما انا شغال كده اهو اه روقان حلو. تعالي ازاي تدخلي كاسروله المحشي دي او صينيه المحشي في قلب الفرن واحنا مع بعض. طاسه على النار فيها معلقه سمنه معلقه زيت زيتون حلو قوي. باخد التوم احطه اهو زي الفل، معايا كزبره خضراء، التومه كده تتحمر كويس، معايا دبس الرمان، ومعايا شوربه بتغلى على النار، بكي جرنيه من الشوربه اهوت، الحله دي عايزها انا. عندك شوربه في التلاجه بتاعت فراخ او شوربه لحمه مفيش مشكله، هاتيها واستخدميها. كنت عامله مثلا جوز فراخ كانوا محشين امبارح، كنت عامله فتت لحمه، ده الطبيعي. استنى على التومه بس تاخد لون شويه، مش عايزها نيه في قلب المحشي، شايفه التقليبه دي مهمه جدا اهو. بنزل بالكزبره الخضراء، عندي طماطم مضروبه في الخلاط، الست الطيبه اللي كانت بتتكلم من شويه اهي، اعتبر اللي كانت معايا من شويه احنا ضربناها في الخلاط، اللي هو قلب الطماطميه مخرجنا الجميل فاكرها، قلب الطماطم اللي كان معانا اعتبر ان احنا ضربناه في الخلاط اهو زي الفل. حط البهارات بتاعتنا دي، الشوربه بتاعت المحشي اه اللي هيستوي فيها، شويه بابريكا شويه كمون ملح وفلفل اسود، اللهم صل على النبي، بايدك الحلوه كده، ونقلب دول مع بعض كلهم. وعملنا محشي اهوت، جوزك اتعزم اكل محشي، عايز اروح البيت يلاقي فيه محشي. والمحشي على فكره من الحاجات اللي هي الاماره اللي تقول انك انت بتحب ولادك وتحب مطبخك، لان الاكله دي بتاخد وقت كبير من وقتك وبتاخد طاقه كبيره، فانك تعمليها دي اماره اهو. ده دبس الرمان انا حطيته، باخد الشوربه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي اهو، بوكي جرنيه اهو، شوربه اهي ممكن الشوربه دي شوربه لحمه اختياري اهو. هاخد الشوربه دي يا عم الشيف اقلبها كده اهو، وانزل بيها على المحشي بتاعي الله، والشوربه بتروي الايه المحشي اهو اهو الله اهو. يا ويلي حله محشي بتتكلم مصر اهي، حسب عدد افراد الاسره، كميه قليله كميه كتيره بقى اختياري.
درجة حرارة الفرن عندي 180. مخرجنا الجميل انت بتحب الوقفة عند الفرن انا عارف. الصينية الحلوة دي كده بكل تفاصيلها بكل التعب اللي تعبناه فيها محتوى كبير من الطماطم غنية جدا ومفيدة، معانا فلفل رومي، معانا بتنجان، بتدخلها في قلب الفرن. في أرضية الفرن وبنحطها. اللهم صل على النبي. ونسيبها تعيش شوية مع بعضها تقريبا نص ساعة، عشان كده أنا بدأت الحلقة بيها. محاشي مشكلة باللحم الضاني على طريقة مصرية. خلينا نطلع المحشي من الفرن وندخل الصينية دي في قلب الفرن. واحدة واحدة مع بعض كده. المحاشي أخبارها إيه؟ نبص على وهي في الفرن الأول ولا نطلع بيها؟ زي ما تحب. لا شوية محاشي بيتكلموا مصري. جيبها لي بقى. الله عليك. عشان كده بدأت بيها الحلقة. محاشي مشكلة من المطبخ المصري. الله. أطلع؟ طلع يا باشا. اللهم صل على النبي. هو ده. هو ده. دي المحاشي المشكلة. ممكن نحط برزنتيشن بقى، عود نعناع، هي مش محتاجة والله. ألوان الفلفل وجمال الفلفل وطعامة الفلفل والطماطم والبتنجان الأبيض والأسود بيتكلم مصري. عود نعناع حلو كده لزوم الشيء. حلو أوي.